كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش اخر. ما تقولش كده، المصابيح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتنا. اشكر يا اخويا على الغدوة العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالك. خمسة في عينك وانت دافع حاجة من جيبك. الا قولولي بقى، هي الفسحة خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحة واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا انس؟ شقة يا جدع. افخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتبنى ولا ايه حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا أكيد على وصول. ممكن. طب خش أنت صحي الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ست، اتفضلي يا ست. بيت مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس. اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال، بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس، اتجوزتوا بسرعه قوي. انت عرفت منين؟ هشرب ينسون ولا لي فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسليه انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
اللي حصل؟ زينب باينني اغمى علي او اني محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب، حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني يا محروس. هو مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرعين. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسة؟ انا كويسة والله، عشان خاطري اخرج. استر يا رب. انا غلطت، مكنش ينفع اقتل الواد اللي كان خطيبها ده. يعني يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلم اللي احنا فيها. هو صاحبك سابنا اساسا وراح فين؟ اختك هي السبب، عشان اتجوزتها فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيله، عسليه هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عصبية هتعاون معايا ازاي؟ يا خبتك يا راشد، بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة، انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي. يعني تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ أنا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. آه عارفة، تلاقيك يا أخويا كان عليك ندر وأنت صغير وما وفيتوش. والنبي أنت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. أنت اتأخرت ليه يا أخويا؟ آه معلش اتأخرت حبتين، كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ آه هي مش موضة قوي، بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا أخويا. إيه رأيك؟ حلوة. يا قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر، انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا بينوا، احضروا بينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك. تعالى هنا صلاح. ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف.
يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف. طلبينا في مكان. يا لطيف اللطف. طلبينا في مكان كل ما قدر. طلبينا. يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف.